هنروح لمنتخب مصر الناشئين وتعود بعثة منتخب مصر الناشئين بقيادة الكابتن أحمد الكاس إلى القاهرة غدا الاثنين قادمة من المغرب بعد التتويج بلقب بطولة دورة شمال إفريقيا والمؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا تحت 17 عام والمقرر إقامتها في كوت ديفوار 2025. منتخب مصر توج بالبطولة مواليد 2008 وأصبح بطل لدورة شمال إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا الناشئين تحت 17 عام ولها تقام زي ما قلت لحضراتكم في كوت ديفوار 2025 بعدما فاز منتخبنا على منتخب ليبيا بنتيجة 7-1 في مباراة اللي أقيمت أمس بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. بينما جاء منتخب المغرب صاحب الأرض في المركز الثاني.